اختفيتش على الشاشه المغربيه، ولكن الشاشه المغربيه اللي تتعامل بواحد الشكل مؤقت استثنائي، لان كاين الظرف اللي كنعيشوه، ظرف تصعب فيه يعني التقارب، وكيصعب فيه الاشتراك في مشاريع مرئيه ذات طبيعه فيها الاختلاط. وطبعا هنا التوقف الاضطراري خلانا كنأو عن هاد المخاطر اللي ممكن تكون مسيئه لنا والمجتمع ديالنا. حاجه طبيعيه، لان برنامج مسار 11 سنه هو كي يدخل البيوت وكينشط الناس وكيقدم لهم دائما الجديد. 11 سنه على كل مستوى، كل شهر موعد واحد، فملي غيختفي غادي يبان الفراغ. والحمد لله ان كان عنده فراغ كبير، خلى فراغ كبير، وهذا الشيء اعتسرني، بمعنى ان هذيك 11 سنه ما مرتش هكذا يعني هباء، يعني مرات وخلات اثر طيب فيها. طبعا تكون فيها لحظات قوه ولحظات عطاء قيم، وفيها يكون شيء نزول خفيف، يكون فيها الغث وفيها السمين. ولكن التوقف غادي يخليني نفكر في مشاريع اخرى، وهو ان هذا المسار بشكل احتفائي والاحتفالي والترويجي للانغام والضيوف المتعددين، خليناه بشكل يعني في اللغه التلفزيونيه برنامج توثيقي. كناخذ ضيف وكنعملوا ليه برنامج يعني مشاهدات، محاط بشهادات وبارشيف، وكنقيموا عليه كان قصه حياه ديال هذا الضيف، سواء كان في مجال الفن او في مجالات اخرى. اللي سميتو زرعوا بدا تقريبا 4 حلقات او 5 حلقات، الان عندي واحد 6 حلقات واجدين، غادي تنطلق ان شاء الله قريبا جدا جدا. انا هاد النقطه هادي ما كنحاول نتفادى الحديث عنها، وبما انك تصغتيها كنقطه ايجابيه غنقول لك لا هي بايجابيه ولا هي بسلبيه، ولكن اذا كانت غادي تعمل شي مفعول، فالمفعول اللي غتعملو غيكون سلبي في نفس هذاك الضيف اللي كنا كنجيبوه. بمعنى ان القناه كتجيب واحد الضيف من العتمه ومن النسيان، وكتنفض عليه الغبار، وكتقدمو تحيي فيه، تبعث فيه ديك الحنين للزمن اللي كان تعيش فيه وكيبرز فيه. واغلب الاسماء كانت في هذا السياق، وحنا كنلحو اعوذ بالله من قولت انا كنت الح باش نجيبوا هذه الفئه هذه اللي هي كبيره في العطاء ديالها، واهملت او تم تناسيها، لم تنسى ولكن تم تناسيها. فهذا الفنان ما كتقول لي بان كل من يمر هذا ما غيحسش براسو بانه، وحنا كقناه كنشجعوهم، كنعطيهم واحد، كنا كنعطيهم واحد مكافأة، ماشي ولا غير واحد مبلغ رمزي جدا، ولكن مهم هو بالنسبة للفراغ اللي كيكون تعيشه هاد الضيف أو داك. فكان تشويش، كان مشوش على العملية الإبداعية وعلى العملية الإنسانية لما وراء الإبداع. كان عمل إنساني، يعني ماشي برنامج تلفزيوني غير فرجة للاستهلاك العابر، فهو يعني موقف ديال المؤسسة إنساني من واحد الضيف اللي إذا كان محتاج لشي حاجه كنقوموا بها. ما نبغيش نعطيك التفاصيل، ولكن الضيوف اللي مروا ما عارفين، الله يطول عمرهم. اما مساله الموت فهي فلسفه، يعني الكلمه الوحيده اللي فيها عند صاحب الارواح، مالك الارواح اللي هو الله سبحانه وتعالى. فعلاش الانسان غيبت في هذه الامور ولو بصيغه الفكاهه؟ انا لا اجد هذا الامر فيه جانب مما يضحك، بقدر ما اجد فيه مما يثير الشفقة على أصحاب الناس اللي خرجوها في الأول. التاريخ ديال القناة الثانية تجاوز 30 سنة من التواجد في المشهد الإعلامي والسمع البصري المغربي، وعبد ربي يعني توجد في القناة قبل من التأسيس ديالها. يعني احنا عشنا واحد العام كنحضروا القناة قبل ما تبدأ، قبل ما يشوفوها المواطنين. وزيد على ذلك انني الوحيد اللي بقيت في بلاصتي، ما عرفتش شنو السبب هذا، حظ ولا شنو، منذ البدايه الى يومنا هذا ما تحركت. طبعا غيكونوا ازمات، غيكونوا اضطرابات، غيكونوا مد وجزر، غيكون طبعا مواجهات او احتكاكات. طبيعه العمل في هذه المجالات ديال التلفزيون، السينما، المسرح، فيها الاحتكاك كثير. ولكن تظهر لي بان الحمد لله نلت الثقه ديال المسؤولين اللي مروا
سواء على مستوى الإدارة العامة اللي كانوا المدراء العامين كثر مروا، بما فيهم الإدارة العامة الحالية السي سالم الشيخ اللي كان كله تقدير وتقدير متبادل واحترام متبادل، أو على مستوى مديرية البرامج أو الزملاء. ما كانش عمر ما كان عندنا شيء، لأن احنا باش بدينا القناة الثانية كنا تقريبا شي 80 واحد، جينا وفد سكن مع بعضه تقريبا 6 عام 12 شهر وحنا مع بعضنا، يعني عرفنا بعضنا وحتكينا بعضنا وبنينا واحد الصداقة واحد الأخوة وشاركنا الطعام الحلو والمر. ملي دخلنا يعني بدون مركب نقص او بدون نوايا سيئة، ما كناش ما عندناش نهائيا. بالعكس، اي واحد كيجي من الخارج هاد الفئه وهاد السرب كيدخل كيندمج بسهوله، وهذا هو السر ديال القناه الثانيه، سر القوه ديالها. يعني مهما تغيرات الادارات او تغيرات بعض الفئات منها، اي واحد يدخل كيولي في نفس السياق اللي بدات فيه القناه الثانيه. زيد على ذلك واحد نقطه مهمه جدا، انا دوزان بدات مع اجانب، دوزام كانت اجنبيه، ما كانتش مغربيه 100%، كانت مغربيه من حيث الموقع والارض والتسيير والتمويل، الأمل اللي كانت تسيرها اجانب. فكيفاش تنتظروا مؤسسه اجنبيه شفافه، يعني الشاشه فيها الشاشه ما يمكنش تخبى شي حاجه، وتكون تواكب القيم والاعراف والافكار والامزجه والتربه ديال البلاد؟ راه كان صعيب. وشكون يلعب الدور ديال هاد التماهي ديال هاد الاجانب مع الارض ومع القيم والاخلاق ديالنا والدين ديالنا؟ شكون هما هاد الفئه اللي بداو؟ وحنا كنا عندنا دور ترفيهي تنشيطي اعلامي استهلاكي، ولكن كان عندنا دور ديال المواقف ديالنا، واش حنا نخون الوطن ديالنا في العمل ديالنا ام كنا اوفياء او مقاومين في بعض الاحيان، كنا فدائيين بعض الاحيان وقاومنا ديك، ما نقولش بانه يعني اجتياح، ولكن كان واحد استلاب فكري يمكن نسقطوا فيه. طبعا وقع وكيوقع وغادي يوقع، ولكن حنا كمؤسسه بواحد الفئه مشكورين، راه عارفين نفسهم، قاوموا وخلوا دوزام في الارض المغربيه بروح وباعراف وبقيم ديال القيم والتوابت ديال المغرب الى يومنا هذا. انا في البدايه انطلقت ما عرفتش، يعني انا ما قلبتش على الاعلام والشهره والتلفازه، ما كنتش نقلب عليه نهائيا، وانا بطبعي خجول، راه ماشي واحد زعما جري واخا، ولكن في داخل كل انسان واحد المساحه تكون خاصه به، واحد القبو مغلق تيكون في الانسان، سواء تيكون هو عارفو او لا هو ساكن فيه كيظهر منه كيتساءل كيفاش. انا طبعي ما كنتش جري لدرجه ان نكون امام تحت الاضواء وامام الملايين الناس اللي كيشاهدوا، وطبعا اي كلمه ممكن تقال تحاسب عليه، لانك تتمس الوجدان ديال الناس، كتمس الخصوصيه ديالهم، وكتكلم بصوت جماعي رغم انك مفرد. فانا ما قلبتش على الاعلام، هو اللي قلب عليا. انا خديت الاجازه في اللغه العربيه وعندي كانت عندي واحد المشاركه في سوريا، كانت اول مره، كانت في عمري 19 سنه مشيت لسوريا، مثلت المغرب في تجويد القران الكريم، والحمد لله على الفرصه اللي تعطاتني، احتليت رتب مهمه وخديت جوائز، وهذيك كانت فرصه باش تعلمت اللغه العربيه ومريت على تجارب مع الاخوه في الشام ايام زمان. بالاضافه انني دخلت الاذاعات الوطنيه في الثمانينيات مع كبار الاطر وكبار الاسماء في هذا المجال، فاندمجت وانصهرت، وهذه التجارب ديالي سواء على مستوى الكليه وعلى مستوى التجارب الخاصه في عديد من الهوايات. بالاضافه انني درست في دار القران في رابطه التجويد، رابطة المجودين بالمغرب في الرباط، لمدة 4 سنوات تعلمت فيهم أصول الدين وأصول الفقه وعلى مصطلح الحديث وفقه اللغة إلى غير ذلك. كل هذا الشيء التراكم خلاني لقيت نفسي أمام الميكروفون وكنتحدث مع الناس بواحد الشكل اللي يرضاهم. يعني كل ما كنتش في المستوى ما غادي يكون، راه قلبت على راسي، ما يمكنش تفرض نفسك على الناس، إلا بغاوك راه غتبقى. شحال من واحد تيحاول يفرض نفسه على الناس، تنقول لي أنا ما كاينلاش تتعب، خلي البوصلة ديالك واش الناس بغاوك غير من النظرة. مثلا عمري ما شفتك، من النظرة ديالك غتبان واش، يعني ديك الانعكاس غادي يبان واش كاين شي رضا أم شي احتجاج أو شي عتاب، غتبان غير في النظرة الإنسان. كذلك المصور، كون كان شي حاجة غيشوف فيه يشوفها، حنا كنحسو بالحب، وهذا الحب أحسن راتب خدينا في حياتنا. والله تنحسو، الله يجازيكم بخير، شكرا.
وصوتي الا كان زوين بالقران زوين بالقران ماشي في القران، لان القران تيجمل الصوت. واللي بدا تنصح كل الاباء الا كانوا تيقريو ولادهم وتيقلبوا على المستقبل زاهر، كنصحهم باش يوطوا فيهم وزرعوا فيهم هذا حب قراءه القران، لان هاد المنحه اللي عطانا الله انه كلام الله تقرا للانسان، وكي ملي كيقرا راه كيسرح في العروق وكيسرح في الفكر وكيبني فيك واحد المناعه بدون يعني بدون لقاح، هو لقاح دائم مدى الحياه، حتى فيروس ما يجيك الا كان الانسان دخلوا القلب، يعني عنده مضاد حيوي للغه بالركاكه واللحن في اللغه، تيربي الاذن ديالك الموسيقيه كتحس بالنشاز، تعطيك القدره على تمكن من النطق ومن التبليغ، البلاغه كيعطيك واحد البلاغه والخطابه. فاي واحد عزيز عليه وليداته يقريهم الانجليزيه الشينويه اليابانيه الفرنسيه بطبيعه الحال واللغه العربيه ويقريه القران، غي يربح بزاف ديال الازمنه من حيث الذكاء ديالو، وغي يعطي واحد المناعه وحصانه ماشي برلمانيه ما نبغيش، حصانه روحيه وفكريه ولغويه دائمه مدى الحياه تبقى فيه. وانا من نماذج، انا نموذج لهذه العينه، والدي الله يرحمهم والله يجزيهم بخير، دخلوني الكتاب ودخلوني هذه دار القران، وابتليت بقراءه القران الحمد لله احسن ابتلاء، ابتلاء جميل، وبقى هذيك الحصانه هي اللي ساعدتني وخلتني كنعيش واحد الوجدان قوي الحمد لله. دائما يا جبل ما يهزك ريح، والجبل هو القران ماشي انا. اما الغناء ما كنتش كنت تنقلب عليه وما كانش هو تيبغيني من الطفوله، كنت نعطيه في الغناء وكنبغي نغني ولكن هو كيهرب مني، ومده طويله وكنت سأل ما على هذا الغناء بغاش يتجد ليا، ديك الساعه ما كاين لا تلفزيون ولا راديو ولا والو، كنسال مع نفسي علاش. وتصاحبت مع اخوان في الحي في الرباط في المدينه العتيقه فين كبرت، كنسال علاش، ولقيت بان كان ربي مخبي لي واحد الخير كبير، انا ما بغينيش ندخل ديك المجال، يعني ربي نجاني مجموعه من المنزلقات وانا كنتكلم موقع مشاهد معين يعني عن قرب. فالحمد لله انني ما صرتش مغني، ما كنمش المطربين الكبار المحترمين، ولكن انا كنقولها بصفه يعني جمعيه عامه ماشي خاص كنخص شي عينه ولا شي حاجه، مع نفسي انا لقيت نفسي انني نتعامل مع الطرب مع الغناء مع الموسيقى، ولكن معامله يعني بمسافه، يعني اقدمها وكتجي بعض لحظات الانسان في لحظه شجن تيغني وكيطرب، طبعا التنغيم والدندنه دائما حاضره ما يمكنش ما تكونش، لان الغناء والموسيقى راه جزء من الهواء جزء من الحياه. هذا انا كنسمعوا دابا حنا في البحر كنسمعوا واحد الموسيقى، هذه راه موسيقى جميله، اذا كان البحر غضبان كنعرفوا بانه غضبان غير سمعيا، ولا كان فرحان كتشوف ديك الهدوء وديك السكينه وديك البريق الذي يرى بالعين، وقد يسمع حتى يسمع بالعين هذيك السكينه وديك المويجات الصغيره اثناء الهدوء والسكينه، راه موسيقى الهيه من صنع الله سبحانه وتعالى. كذلك اصوات الطيور، اصوات الكلاب حين تنبح النباح ديالها كيكون نباح فيه درجات، القطط مواد القطط الا كانت تطلب منك شيء كتطلبك بواحد الصوت موسيقي، الا كانت كتبغي تونسك وتدفئك كتعطيك واحد الخرير داخلي اللي هو صوت موسيقي. فالموسيقى يعني تظهر لي انا ورايي الله اعلم، الا اذا كانت تسخر لاشياء لا ترضي الخالق، هنا كتولي الموسيقى غير جميله.